ارحب بزملائنا المحللين الاعلاميين المتواجدين معك في الاستديو، وارحب ايضا في مشاهدينا من خلف الشاشات وكافه طاقم العمل في هذه الاجواء الجميله من ميدان العرض. فقره المواجهه اليوم راح تكون مع مالك الابل المعروف مبارك بن عبد الله بن ضابط الدوسري. اسمحوا لي ارحب فيه. يا مرحبا يا ابو عبد الله. مرحبا ومسهلا. سعادة بتواجدك معنا، الله يطول عمرك. الله يرحم والديك ويطول عمرك. يا مرحبا، حياك الله. كذلك ارحب باخوي وزميلي المحلل الاعلامي الخبير في قطاع الابل فهد بن قايل. يا مرحبا، حياك الله. يا مرحبا يا تلاب، مسي عليك وعلى المشاهدين، ومرحبا والله بعلم من اعلام مهرجانات الخليج بن ضابط، اسم غني عن التعريف. مرحبا والله يا ابو عبد الله. مرحبا بك اخوي ابو عبد الله. يا مرحبا بك والبقابك. ما احنا بسالينك ابو عبد الله عن مدى رضاك عن العرض وما العرض نبي نسالك ليش ما شفناك في الدق والجل الاصايل هذا العام؟ والله طبعا انا طبيعتي انا مشاركاتي كلها في الجمل. اي نعم، معروف على مستوى الخليج. في طيب فرديات وفي موجود. والله طبعا اوعدك الزمان الجاي ان شاء الله اني اكون شوف لي نقاط وبصمه في الدق ان شاء الله. نوعد جمهورك بالكلام ذا العام القادم ان شاء الله. اوعدك واوعد الجمهور ان شاء الله. الله يعطيك العافيه ابو عبد الله. طيب المحلل الاعلامي فهد بن قايل، ابو علي معه مجموعه من الاسئله وراح تكون بعيده عن المجابه. تفضل. لا تفضل اخوي. ونتمنى انك تجاوب عليها بكل اريحيه وبكل. مرحبا. ابو علي مرحبا. مرحبا ابو عبد الله، قواك الله. الله يقويك. البحر ما الله كتب لي فيه عيشه، جعل رزقي فوق مومي الحبالي. أنت من رموز العزب المسيطرة في الخليج، ما يختلف اثنين. أول شيء نهني قطر الحبيبة حكومة وشعبا. أنا بزعمي أول شوط على مستوى الخليج يحسم القطر المتنافسين فيه من قطر، ولا يستغرب على حكومة قطر وشعبها التواجد المشرف، فما بالك بين أخوانهم في مهرجان الملك عبد العزيز. أبو عبد الله، فقرة المواجهة دائما عن الحلال. اللي بيتكلم ببعض الأشياء عن الحلال اللي يملكه أبو عبد الله ما شاء الله تبارك الله أكيد مجحف، لكن غياب العاصمة البطلة، وجود ست فرديات آسيا البطلة، دورتك اللي في الخليج كلها رموز ونواميس، لكن يبقى ابن طوار المنافس الشرس معك في هالميدان، وش الفرديات الحاضرة اليوم؟ والله طبعا العاصمة طبعا دخلتها وضلعت نفس الإصابة، وقالوا عندك اعتراض، قلت ما عندي اعتراض، طبعا استبعدتها من الشوط. نعم. وبالنسبة لآسيا طبعا العام حاصلة عندكم في قطر، حاصلة على المركز الأول، وطبعا صادت وعكة صحية وشاركت في مهرجان الملك عبد العزيز. ما شاء الله. نعم. طيب أبو عبد الله، العام تقابلتوا على أرضية مهرجان الملك عبد العزيز، أنت واحمد بن عبد الله بن طوار. عبد الله بن احمد بن طوار، الله يمسيه بالخير ويرجعه سالم ويشفيه. امين يا رب العالمين. انتقلتوا للامارات، سيناريو كل الخليج يشاهده، حضرتوا في قطر، كان فوزك وحصد شوط الجمل لصالح عزبه بن ضابط، اليوم تقابلتوا بعد للمره الثانيه في مهرجان الملك عبد العزيز. تعزيز بن طوار سواء مشترى أو إيجار أو حضوره اللي أنت تخبره، هل ترى أن اليوم الفارق بينكم كبير نظرة مالك ونظرة خبير؟ أولا بغض النظر عن المنافسة. أولا أمسي عليك ومسي على جميع الإخوان المشاركين، ونقول الله يوفق الجميع. آمين. طبعا العام الماضي فاز بن طوار، خذ الجمل في النسخة السادسة في مهرجان الملك عبد العزيز. هنا. في الفردي وفي الجمل. صحيح. وانتقلنا القطر بعدها والنتيجه العكس. اي نعم. انا اخذت الاول في الجمل واخذت الاول في الفردي. يعني اليوم الفارقه. اي نعم. كنا متعادلين يعني. متعادلين واليوم نعم. التصفيه. هو فاز علي العام هنيه في مهرجان الملك عبد العزيز، وبعدها تقريبا بشهر او انتقلنا مهرجان قطر، طبعا انا فزت في الجمل وفزت في الفردي، والناقه اللي فازت في الفردي مشتريها بعد مهرجان الملك عبد العزيز. اللي هي آسيا. سؤال أخير. نعم. يا أبو عبد الله. نعم. عرف عنك. خلني أكمل. طبعا اليوم النسخة السابعة لمهرجان الملك عبد العزيز، طبعا أنا مشارك بالجمل ومستأجر ثلاث فرديات. صحيح. منهن نجود، ناقة راشد بن فهد بن عجيم. نعم. دولة الكويت، اللي حاصلة على شوط الجل
في مهرجان الملك عبد العزيز النسخة السابعة. كذلك مستأجر بنايد الحاصل على المركز الأول في شوط الدق وضفته على الجمل. كذلك استأجرت المعطى من وافي بن سعد الحاصل في المركز الخامس في شوط الجل. بالإضافة لثلاث فرديات، بالإضافة إلى آسيا أول مشاركة لها هنية حاصل على المركز الأول العام الماضي في قطر، بالإضافة إلى مشتريات عليها. يعني أنا كلمت قبل ما نسخ صادق مواجهة ومعزز المنقية بعشر فرديات. جدا نشكرك أبو عبد الله، فعلا تمثل قطر وتمثل أحد أبناء الخليج اللي اختياراته صح، مشترياته صح، يقدم حلال صح، وبيض الله وجهك أبو عبد الله. وجهك وجهك لك. مرحبا بك أبو عبد الله. حضور أبو عبد الله دائما مميز في جميع دول الخليج وفي المنافسات بينه وبين زملائه في جمل الأصائل. حققت الكثير والكثير من الفوز، ولكن في الآونة الأخيرة نلاحظ في دولة الإمارات قلة حضورك بالنسبة للرموز المتواجدين، العزب الموجودة المتواجدين حققوا مراكز متقدمة في أحيانا غياب أبو عبد الله. اولا حاب اوضح لك نقطه، طبعا انا حصلت على سيف قطر 7 سنوات متتاليه يعني، وجميع المشاركين كانوا معي بنطوار بالنهار، جميع الملاك كانوا متواجدين، ويمكن اخوي فهد يذكر الا بعد عزب شرت منك وحققت رموز. نعم، وشرى من الشيخ جاسم بن عبد الرحمن 10 فرديات ب 10 مليون وحافظت على شوطي وحصلت على السيف. يا سلام، بايع 10 وحاصل على السيف. طبعا انا بالنسبه لمشاركاتي في الامارات، طبعا اشارك انا في الجمل طبعا مع اصحاب السمو والشيوخ، طبعا اصحاب الشيوخ لهم مراكزهم ولهم نظامهم وترتيبهم في الاشواط. طبعا انا ما اشارك فردي، انا اشارك في الجمل فقط بس، والدق انا قلت لك ما عندي مشاركات في الدق نهائيا من كذا سنه يعني، وانا وعدتك الزمان جاي انه يكون لي بصمه على طول ان شاء الله. نعم نعم. طيب ابو عبد الله، جمهورك الحاضر معنا في المدرجات وجمهورك خلف الشاشات اللي دائما يسألون عن أبو عبد الله. أبو عبد الله شوف، شوف بقول لك شيء، أبو عبد الله رقم صعب ومشارك شرس كفو ومعروف لي في المشاركات سواء في قطر أو في دولة الإمارات. لا ما سواء في يوم تسألني عن الإمارات، طبعا ما طلعت من المثلث الذهبي اللي معاي الشيوخ منقية الشيخ سلطان بن زايد غنية عن التعريف وخليفة بن سيف عزبة الإمارات، وأنا أجي في المثلث الذهبي ما كان حد يدخل معاي، ترى من الملاك اللي اليوم يشاركون لي هنية اليوم. ما عطني واحد عبد الله، أنا أقول أنك أقدم، وهذه أنا لي 18 سنة طبعا، يعني تاريخ أبو عبد الله 18 سنة وأنا ما طلعت من المثلث الذهبي في دولة الإمارات. اللي يجي قدامي منقية الإمارات اللي هي ابن الشيخ سلطان بن زايد وخليفة بن سيف، ما جاء حد من المواطنين قدامي. أبو عبد الله تدري أنك المالك الوحيد اللي غير برنامج المواجهة، المواجهة فيها بعض المواجهة مع المالك، أنت مواجهة لإبراز منجزات وتستاهل أبو عبد الله. تستاهل خير الله يسلمك، وأنا حاضر لأي سؤال وجه بعد يا ثلاث. طول عمرك يا أبو عبد الله. بما أنك منافس شرس، قلت لنا أنا منافس شرس، أبيك تحدد لجمهورك المركز اللي راح يعلن إن شاء الله في مهرجان جائزة الملك عبد العزيز. والله أنا النسخة السابعة، شوف النسخة السابعة طبعا انا لو بقول لك برشح نفسي يعني بكون هاي شيء يرجع للجنه التحكيم واللي من الله حياه الله. بالنسبه للجمهور واللي شافه مرشحيني الاول، هذا كلام الجمهور تستاهل والله، واللي بيفوز بنبارك له سواء انا ولا بالنهار ولا بنطوار. ابو عبد الله فيه المذيع اللي في مهرجان قطر اللي الاول فلان، ولا قلنا الاول اعلنه قال ولا فلان، ها والله انها اليوم هاي الزعبي الله يذكره بالخير. والله يوفقكم يا ابو عبد الله. الله يوفقكم يا ابو عبد الله، مرحبا بكم، الله يطول عمرك. ونهدي للدكتور ابو حسن، نهدي له هالانجازات من مهرجان الملك عبد العزيز معالي سلطان اخوي فهد. المهرجان بحد ذاته، المشاركه في مهرجان الملك عبد العزيز بحد ذاته ناموس، وهذه السنه الثانيه على التوالي احنا نشارك في مهرجان الملك عبد العزيز، وفخورين بكل مشاركاتنا طبعا. وهذه حال المنافسات، اليوم انت تفوز بكره يفوز عليك، ممكن يجينا واحد يفوز علينا كلنا على حسب المشتريات وعلى حسب الانجازات وعلى حسب النظره. تدري ابو عبد الله انكم مميزين، مشاركتكم اليوم ينطلق الهجيج وعرض للهجن وعرض للمزايا،
يعني يوم تاريخي اللي انتم فيه اليوم، يوم من ايام مهرجان الملك عبد العزيز اللي فيه اكثر من فعاليه، وانتم تستاهلوا وحضوركم شرف. تستاهل خير، والجو بعد احلى واحلى. والجو حلو. نعم مرحبا. مبارك الحلو والله، الله يطول عمرك ابو عبد الله، ونشكرك على حضورك معنا، ونقول بيض الله وجهك. وحاضرين احنا معاكم اليوم قلبا وغالبا. مرحبا يا ابو مرحبا بكم. تسلم. متواجد معنا الله يعطيك. مشكور اخوي ثلاب. نعم اخوي ابو خالد، كان هذا تصريح مع مالك الابل المشارك في العشرين مبارك بن عبد الله بن ضابط الدوسري، ووعدنا العام القادم ان شاء الله انه راح يكون متواجد في جل السواحل وفي دق السواحل وايضا في الجمل. الهجن 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 لصايد في الهجن. نعم وان شاء الله نفال بعد ادخل ان شاء الله بندخل السواحل كلنا ان شاء الله. ان شاء الله نجي. ترى انا نطلب من ابو عبد الله راعي ركض، والهجيج ترى الفكره قريبه يا ابو عبد الله. ان شاء الله ان شاء الله. مرحبا مرحبا بكم. مرحبا بكم. نعم اخوي ابو خالد راح يكون متواجد معنا ان شاء الله في العام القادم، وهذه تصريحات ابو عبد الله، نتمنى له التوفيق، وننتقل لكم في الصوت والصوره. مرحبا. شكرا لك ثلاب، وشكرا لضيفك.